أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها كالعادة بالعناوين. من المواقع المحلية، حوثيون يختطفون عمالا في إب بتهمة محاولة السفر إلى حضرموت. صحيفة عربية تقول التصعيد الإماراتي في سقطرى وشب وخدمة لمعارك الحوثيين بمارب والجوف. ومن أخبارنا المنوعة، كيف يختار العلماء اسما لأي فيروس جديد؟ أهلا بكم. في بلدك تمنع من السفر والتنقل من محافظة إلى أخرى، ووفقا لموقع المصدر أونلاين إب، حوثيون يختطفون عمالا كانوا يعتزمون السفر إلى حضرموت. قال الموقع أن مسلحين حوثيين في إب اختطفوا عمالا كانوا يعتزمون السفر إلى محافظة حضرموت شرق اليمن للبحث عن فرصة عمل. قالت مصادر محلية لمراسل مصدر أونلاين إن عناصر الميليشيا وبتوجيهات من القيادي أشرف المتوكل الذي عينته الجماعة وكيلا للمحافظة أقدموا على اختطاف مواطنين من وسط المدينة بينما كانوا يتهيئون للسفر إلى حضرموت للبحث عن فرصة عمل بعد أن ضاقت بهم السبل. وحسب المصدر فقد أجبر المسلحون الحوثيون العمال على النزول من على متن سيارة كان من المقرر أن تنقلهم إلى حضرموت. بعد ذلك أين ذهبوا؟ وفقا للموقع فقد تم اقتيادهم إلى سجن البحث الجنائي الخاضع لسيطرة الجماعة. معلمة في روضة أطفال بصنعاء توجه نصيحة إلى أولياء الأمور بأن عليهم التفكير في طريقة أخرى لمعاقبة أبنائهم غير الطرد من البيت، فالوضع كما قالت لم يعد آمنا وفقا لما نشره موقع الصحونت في تقرير قصص أطفال قذفت بهم الظروف إلى محارق الحوثي. معلمة الأطفال قالت أيضا اليوم صور الأطفال المعلقة على الجدران دليل كاف على البشاعة التي يمارسها الحوثي ضد الطفولة. يعتبر طارق ذو 11 عاما مثالا صارخا لضحايا العنف الأسري الذين لم يجدوا مهربا آخر يلجؤون إليه من بطش الأب سوى جبهات الموت. يقول خليل ذو 13 سنة للصحونت الصديق المقرب لطارق كان أبوه يحرمه من كل شيء رغم حالته المادية المتوسطة، وأكثر شيء كان يضربه إذا ذهب لزيارة أمه المطلقة. أضاف في رمضان السابق انهال الأب على طارق بالضرب الشديد لأنه ذهب لزيارة أمه كالعادة، وعندها قرر أن يهرب من المنزل لكنه لم يجد مكانا يأوي إليه غير بيتنا لمدة يومين واختفى بعدها، ثم عرفنا بعد 10 أيام بأنه قتل في نهم. واستمر خليل في قوله إن والد طارق جن جنونه بعد سماع الخبر وأصيب بحالة نفسية حادة، وكان يبكي أثناء الجنازة وينوح بحرقة في الشارع كان يحدث نفسه. أنا هنا لا أدعي تمثيل المجموع، ونقدي هنا هو نقد ذاتي لي كواحد من شباب ثورة فبراير ومن طلائعها. هذه إحدى فقرات المقال الذي كتبه محمد المقبلي وتنشر بلقيس مقتطفا من حيث يقول: من اللحظة التقط فيها الشباب والنساء والصحفيون والحقوقيون والأكاديميون والشرائح الفاعلة من أصحاب المصلحة الحقيقية في التغيير حاجة الشعب للثورة، كانت فبراير ولا تزال تحتاج إلى خلق قوة شعبية جديدة وفق سردية لا يمن جديد إلا بقوة شعبية جديدة. كانت الثورة استجابة لنداء شعبي واسع بعد أن وصلت القوى السياسية سلطة ومعارضة إلى جدار مسدود أهدر فرص تعافي الدولة اليمنية الحديثة. وإن كان النظام الفردي العائلي هو السبب الرئيس للانسداد والفساد الذي أصاب النظام الجمهوري في مقتل بعد أن فشل اللقاء المشترك ثوريا وسياسيا وفكريا في أن يترجم تطلعات الجماهير إلى رؤية وطنية تركز في الأساس على بناء الدولة وفق شروط فبراير، كرس جهده وسلوكه في التركيز على تقاسم السلطة على قاعدة المحاصصة والغنيمة وممارسة السلطة على طريقة المسلك الذي قامت ضده الثورة. وقدم الشباب حياتهم ووقتهم وجهدهم بنوايا صادقة ومسلك نبيل من أجل اليمن الذي يليق بالمكانة الحضارية لليمنيين دولة ومجتمعا. لم يكن يحق لشباب فبراير التحفظ على أي فئة انضمت إلى الثورة
وفق شروط فبراير السلمية والمدنية والهدف الإجرائي الأول للثورة، لكن ما يؤخذ على الشباب وأنا واحد منهم هو حسن النوايا تجاه القوى التي اعتقدنا انحيازها إلى الشباب وأهداف الثورة، وكان من المفترض أن نلزمها بميثاق مدني يتضمن الخطوط العريضة لرؤية الثورة وأهدافها وعدم إزاحة النسيج المدني الجديد المتمثل بالقوى المدنية الجديدة من المشهد السياسي. يعتمد سكان مدينة المخا الساحلية على الاصطياد لإدارة شؤون حياتهم، ومنذ سنوات توقفت الحياة بعد منعهم من الإبحار، ووفقا لموقع المشاهد نت فقد عادوا إلى البحر لاستئناف عملية الاصطياد في شواطئ المخا، حيث أعلن في مديرية المخا عن استئناف عملية الاصطياد السمكي في شواطئ المدينة بعد توقف دام سنوات. وأكد عبد الرحيم الفتيح مدير مديرية المخا في حديثه للصيادين في حفل التدشين الرسمي الذي أقيم بهذه المناسبة على أهمية ممارسة نشاط الصيد وفقا للأنظمة واللوائح وبالطريقة التي تغلب المصلحة المستقبلية على الآنية في الحفاظ على مستقبل وديمومة الثروة السمكية، مضيفا أن ثمة إجراءات اتخذت وأخرى ستتخذ بالتنسيق مع محافظ المحافظة والجهات الأخرى لدعم القطاع السمكي وحل الكثير من مشاكل الصيادين. وتعهد الفتيح بتقديم 30 قاربا لذوي الاحتياجات الخاصة من الصيادين، خصوصا مبتوري الأطراف نتيجة الحرب. وكانت عمليات الاصطياد في شواطئ المخا قد توقفت في العام 2016 بسبب تفجير جماعة الحوثي لجزء من ميناء المخا بقوارب مفخخة وألغام بحرية، مما أدى إلى توقف نشاط الصيد. وستسهم عملية استئناف الاصطياد في التخفيف من معاناة الصيادين الذين واجهوا صعوبات كثيرة خلال الفترة الماضية. تربط صحيفة العربي الجديد ما يحدث في سقطرى وشبوة بمعارك أخرى، وعنونت الصحيفة: التصعيد الإماراتي في سقطرى وشبوة خدمة لمعارك الحوثيين بمارب والجوف. بعد مرور 90 يوما على اتفاق الرياض الذي رعته السعودية بين الحكومة اليمنية وما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي، ما تزال العقبات في طريق التنفيذ الحاضر الأبرز في المشهد اليمني جنوبا، في وقت عاد فيه التصعيد الإماراتي ضد الحكومة اليمنية في شبوة وسقطرى إلى واجهة الأحداث، فيما يبدو أنه محاولة لاستغلال الضغوط التي تواجهها الشرعية في أعقاب تقدم الحوثيين على أطراف العاصمة صنعاء، مارب وحتى الجوف. وتأتي العراقيل التي يضعها الإماراتيون عبر حلفائهم في الجنوب اليمني لإفشال الاتفاق دون التقليل من حقيقة أن التحديات لا تنفصل عن مجمل التعقيدات المرتبطة بالأزمة بعموم الوضع في اليمن، بما في ذلك الإخفاقات من جانب الشرعية. جاء التصعيد الإماراتي في كل من شبوة وسقطرى عبر تحريك مجاميع مسلحة في الأولى ضد القوات الحكومية، والترتيب لإعلان كتيبة في اللواء الأول مشاة بحري في سقطرى الولاء للانتقال، ليضيف المزيد من العقبات في طريق تنفيذ مقتضيات اتفاق الرياض. صفقة القرن رسالة كراهية، تحت هذا العنوان كتب أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت شفيق الغبرة مقاله المنشور في صحيفة القدس العربي مضيفا: صفقة القرن تعبر عن موقف الإدارة الأمريكية في عهد ترامب، حيث تتداخل العنصرية بالصهيونية بالعقائدية الدينية للإنجيليين المتعصبين مع الشعبوية. الخطط المطروحة ليست بخطة، بل قدمت أساساً بهدف رفضها من قبل الفلسطينيين والعرب، فهي دون الحد الأدنى من جميع القرارات الدولية والقانون الدولي والمبادرة العربية للسلام. والهدف الحقيقي من الخطة تشريع ضم مناطق غور الأردن والمستوطنات، والعمل بنفس الوقت على تمكين إسرائيل من استكمال مشروعها في تهويد القدس في ظل موافقة أمريكية علنية. وكما أعلن دانيال ليفي المفاوض الإسرائيلي السابق في المرحلة التي تلت اتفاق أوسلو في مقال له في الأمريكان بروسبكت، الخطة رسالة كراهية من الولايات المتحدة وإسرائيل للفلسطينيين. وإن دققنا بالصفقة وصفحاتها 180 لوجدنا أن إسرائيل تريد وضع الفلسطينيين في كماشة، ثم الضغط عليهم في حياتهم وأعمالهم ووجودهم لإخراجهم مما تبقى من فلسطين. هدف الخطة يتجاوز فلسطين، لأنه يسعى أيضاً لعدم استقرار الأردن من خلال إبعاد مزيد من الفلسطينيين نحو الأردن.
إسرائيل أخذت من ترامب الحد الأقصى الذي يسمح لها بتشريع جرائم ارتكبتها في الأرض الفلسطينية كالمستوطنات في الضفة الغربية وفي القدس، لكن هذا الموقف هو الحد الأدنى وليس الأقصى، فإسرائيل ذاهبة نحو مصادرة المزيد والمزيد. لهذا ستأخذ إسرائيل بعد مدة جبلاً وتقول إنه لدواعي أمنية، وستأخذ منازل وتصادرها لصالح المستوطنين في قلب الخليل وتقول إن ذلك حماية من الإرهاب، وستطرد مواطنين من القدس بحجة عدم دفع ضريبة، وستزيد عدد من يقطنون السجون بين المؤبد والسنوات الطوال. لهذا من الوهم الاعتقاد بأن صفقة القرن هي بداية حل، بل على العكس من ذلك فهي بداية صراع جديد أكثر زخمة. تنوي عدة جمعيات إنسانية منع رسو السفينة المشتبه بأنها تنقل الأسلحة للنزاع في اليمن، وفقاً لصحيفة لوباغيزيان الفرنسية والتي عنونت مبيعات الأسلحة رسو سفينة الشحن المثيرة للجدل البحري ينبع في مدينة شيربورغ. وقال تقرير الصحيفة الذي ترجم لصالح قناة بلقيس أنه من الواضح أن سفينة بحر ينبع غير مرحب بها في شيربورغ الفرنسية، فقد أثارت السفينة المتخصصة في نقل المعدات العسكرية إلى السعودية الجدل في أماكن مختلفة من العالم، ومع ذلك تم الإعلان عن وصولها إلى قرب الميناء، وبدورهم قام عشرات النشطاء ولا سيما من منظمة العفو الدولية بالدعوة للاحتشاد في الميناء للتنديد بهذا الرسو المحتمل. تؤكد المنظمة أن هذه السفينة قد نقلت بالفعل أسلحة لصالح المملكة العربية السعودية التي تخوض حربا مع اليمن تقدر قيمتها بملايين الدولارات. تتابع الصحيفة بعد مرور السفينة عبر الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة لم تستطع أن ترسو في بلجيكا بسبب حشد الناشطين، اعتبر رسوها التالي الذي أعلن عنه أنه سيكون في جنوى إيطاليا مقلقا للغاية. تبقى الحقيقة أنه في الوقت الحالي من المستحيل معرفة أسباب هذا الرسو في شيربورغ أو طبيعة حمولة السفينة، ومهما يكن الأمر فقد دعا ناشطون من مختلف المنظمات الإنسانية والنقابية التي تم حشدها إلى تجمع جديد في شيربورغ، وما زالوا يأملون في منع السفينة أو السفينة السعودية من الرسو. مستقبل الرأسمالية، صدام الرأسماليات، الصراع الحقيقي من أجل مستقبل الاقتصاد العالمي. تحت هذا العنوان كتب برانكو ميلانوفيتش ما قاله المعاد نشره وترجمته في صحيفة الغد والذي جاء فيه. يقول جون روز الفيلسوف البارز للليبرالية الحديثة إن المجتمع الصالح يجب أن يعطي أولوية مطلقة للحريات الأساسية على الثروة والدخل، ومع ذلك تظهر التجربة أن الكثير من الناس مستعدون لمقايضة الحقوق الديمقراطية للحصول على دخل أكبر. ويحتاج المرء ببساطة إلى ملاحظة أنه يتم داخل الشركات تنظيم الإنتاج بشكل عام بأكبر أشكال التسلسل هرمية وليس أكثرها ديمقراطية، ولا يصوت العمال على المنتجات التي يرغبون في إنتاجها أو على الطريقة التي يرغبون في إنتاجها بها، والتسلسل الهرمي ينتج كفاءة أعلى وأجوراً أعلى. وكان الفيلسوف الفرنسي جاك إيلول قد كتب قبل أكثر من نصف قرن أن التقنية هي حد الديمقراطية، وما تكسبه التقنية تخسره الديمقراطية. إذا كان لدينا مهندسون يتمتعون بشعبية لدى العمال، فإنهم سيكونون جاهلين بالآلات، ويمكن توسيع نطاق هذا القياس نفسه ليشمل المجتمع ككل. يمكن أن يتم التخلي عن الحقوق الديمقراطية، وقد تم التخلي عنها فعلياً عن طيب خاطر من أجل الحصول على دخول أعلى. في عالم اليوم المحموم المليء بالنشاط التجاري المصمم أساساً لتحقيق مكاسب مالية والهادف إلى الربح، نادراً ما يكون لدى المواطنين الوقت أو المعرفة أو الرغبة في المشاركة في المسائل المدنية ما لم تكن القضايا تهمهم مباشرة. ومن الملفت ملاحظة أن انتخاب الرئيس في الولايات المتحدة، وهي واحدة من أقدم الديمقراطيات في العالم، وحيث يتمتع الرئيس في كثير من النواحي في النظام الأمريكي بصلاحيات ملك منتخب، لا يعد مهماً بما يكفي لدفع أكثر من نصف الناخبين للذهاب إلى صناديق الاقتراع. وفي هذا الصدد تؤكد الرأسمالية السياسية تفوقها. مع ذلك تكمن المشكلة في أن الرأسمالية السياسية تحتاج من أجل إثبات تفوقها وتجنب مواجهة تحدي ليبرالي إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة بشكل ثابت.
أصاب آلاف الأشخاص وأغلق الحدود وأدى إلى توقف العمل والسفر والتنقل في أجزاء من الصين، لكن هذا الفيروس الذي تسبب في انتشار المرض ليس له اسم بعد، وما زال يشار إليه بفيروس كورونا، ولكن هذا اسم يطلق على مجموعة من الفيروسات تندرج جميعها تحته، وعنوان موقع البي بي سي. فيروس كورونا، كيف يختار العلماء اسما لأي فيروس جديد؟ وما زالت مجموعة من العلماء تبحث خلف أبواب مغلقة عن مصطلح له، وقالوا للبي بي سي أنهم على وشك إعلان هذا الاسم، لكن لماذا استغرق الأمر وقتا طويلا؟ تقول كريستال واتسون، الأستاذة المساعدة في مركز جونز هوبكنز للسلامة الصحية، تسمية أي فيروس جديد غالبا ما تتأخر، والتركيز الآن على صحة الناس العامة، وهذا شيء مفهوم، وحتى يميز العلماء هذا الفيروس الخاص يضيفون إليه صفة جديد بعد فيروس كورونا، وفيروسات الكورونا سميت بهذا الاسم نظرا لصورتها تحت المجهر التي تبدو ذات أطراف مدببة كتاج. ووفقا لبنجامين نيومان أستاذ علم الفيروسات وأحد عشرة أعضاء في فريق أسندت إليه صياغة اسم جديد للفيروس، الاسم يجب أن يكون قصيرا واصفا، وحتى ينال الاسم الشيوع يجب أن يكون أسهل في النطق عن غيره من الأسماء المنتشرة. وفيما ينشغل العالم بفيروس كورونا، فإن منظمة الصحة العالمية تحذر من ازدياد عدد حالات السرطان بنسبة 81% بحلول عام 2040 في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. ويطلق الاتحاد الأوروبي حملة واسعة لمكافحة هذا المرض الفتاك، وعنوان موقع الديدا باليو، الصحة العالمية تحذر العالم مقبل على كارثة بسبب السرطان. وفي العام 2018 سجلت منظمة الصحة العالمية أكثر من 18 مليون حالة سرطان جديدة في جميع أنحاء العالم، وتتوقع المنظمة أن يصل الرقم إلى ما بين 29 و37 مليون حالة بحلول عام 2040. أشارت المنظمة إلى أن السبب الأساسي في ذلك هو أن هذه البلدان لم تخصص سوى موارد محدودة لمكافحة الأمراض المعدية، وتحسين صحة الأمهات والأطفال والخدمات الصحية فيها غير مجهزة. صحيفة الجارديان نشرت مجموعة من الصور التي توثق أبرز أحداث أمس الأربعاء، نطالعها في جولتنا المصورة. الكاريكاتير فنون طوع الخطوط لتصنع رسوما تواكب أحداث العالم وتحاكي قصصا واقعية يعيشها البشر في حياتهم اليومية، نتابع جزءا من ذلك. بهذه المجموعة من الصور والرسوم نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، إلى اللقاء.